يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجاب على من قال إن انتقال عمر إلى العباس رضي الله عنهما وطلب التوسل بدعائه وعدم ذهابهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو جواز الانتقال في طلب التوسل من الفاضل إلى المفضول؟ هذا كلام بارد وباطل. الرسول عمر أعلم الناس بعد أبي بكر الصديق، أعلم الصحابة، فلو كان التوجه إلى الرسول في قبره جائزاً لما ترك الفاضل إلى المفضول، ولا ترك الرسول إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فإنما تركه لأنه لا يجوز، ترك التوسل بالرسول في قبره لأنه لا يجوز. هذا يقول أنه ترك شيئاً جائزاً ولكنه عدل إلى كذا وكذا، هذا كلام باطل. عدل عنه لأنه لا يجوز أن يتوسل به في قبره وبعد موته. نعم.